نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محاولة لسحب الثقة منه بعدما حظي بدعم الأغلبية من نواب حزبه. وأجرى حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين تصويتا بشان سحب الثقة عن جونسون بناء على رغبة العشرات من نوابه في البرلمان. وحظي جونسون بدعم 211 نائبا في مقابل 148 نائب صوتوا لصالح حجب الثقة عنه.